بس متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. نحن الآن وإياكم عبر وكالة جي ميديا للبث المباشر، حيث نتواجد الآن داخل منزل الشاب أحمد عمر عرايشي، حيث قامت قطعان المستوطنين فجر هذا اليوم بالاعتداء على المنزل، حيث ما يقارب الساعة 5 فجرا قاموا من هذه النافذة قاموا بكسر الزجاج وإلقاء الزجاجات الحارقة داخل المنزل. إذن كما نشاهد تسببت هذه الزجاجات الحارقة بإحراق محتويات المنزل، حيث أن كان أحمد متواجد هو وأفراد عائلته وستة من الأطفال متواجدون ونائمين في هذا المنزل لحظة الاعتداء من قبل قطعان المستوطنين، لكن قام أحمد بالخروج من المنزل هو وباقي أفراد العائلة عن طريق المدخل الثاني للمنزل. إذن كما نشاهد آثار الحريق والدمار الذي خلفته قطعان المستوطنين إثر اعتدائهم على هذا المنزل. إذن المنزل، نحن الآن متواجدون داخل المنزل الذي يقع في قرية سنجل شمال غرب مدينة رام الله. إذن كما نشاهد آثار الدمار وآثار الحريق الذي خلفته قطعان المستوطنين إثر اعتدائهم على هذا المنزل. إذن متابعينا الكرام، متابعين وكالة جي ميديا عبر البث المباشر، ما زلنا متواجدين داخل منزل الشاب أحمد عمر عرايشي، حيث من بلدة سنجل شمال غرب مدينة رام الله، حيث مع فجر هذا اليوم ما يقارب الساعة 5 صباحا قامت قطعان المستوطنين ومجموعة من المستوطنين بالاعتداء على المنزل كما نشاهد وإياكم، حيث اقترب مجموعة من المستوطنين وقاموا بكسر إحدى النوافذ للمنزل ومن ثم إلقاء
الزجاجات الحارقة ومواد حارقة داخل المنزل، مما تسبب في اشتعال النار واحتراق محتويات المنزل تقريبا بشكل كامل كما نشاهد وإياكم. كان الشاب أحمد متواجد في المنزل هو وأفراد عائلته وستة من الأطفال، ولكن استطاع أن يخرج من المنزل من المدخل الآخر. لم يحصل هناك أي إصابات في صفوف العائلة ولا أي حالات من الاختناق، ولكن كما نشاهد إياكم أثار الدمار والاحتراق الذي سببه قطعان المستوطنين من خلال إلقاء مواد حارقة داخل المنزل. حيث على حسب أقوال أفراد العائلة أن قوات الاحتلال قبل حتى نشوب هذا الحريق يقومون ويعملون باستمرار بمضايقة أفراد هذه العائلة وسكان هذه المنطقة، حيث أن هذه المنطقة والمنازل المحيطة في هذا المنزل قريبة على الشارع المؤدي من مدينة نابلس ومدينة رام الله، حيث أن قوات الاحتلال تقوم باستمرار بالمكوث في هذه المنطقة وحتى الصعود على ظهر المنازل وإيقاف المواطنين ومحاولة عركلتهم وإعاقة حركتهم. ليتم صباح اليوم من قبل قطعان المستوطنين الهجوم والاعتداء على إحدى المنازل، وهو المنزل المتواجدين به الآن الذي يعود إلى الشاب أحمد عمر. حيث قاموا في ساعات الفجر أي ما يقارب الساعة الخامسة فجرا بإطلاق وإلقاء الزجاجات الحارقة نحو المنزل. إذن متابعينا الكرام، متابعين وكالة جي ميديا، كنا وإياكم عبر البث المباشر، دمتم في أمان الله.